مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. نورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقتنا جايه من اتجاه الهند والباكستان. برياني السمان تحفه، هنعمله بسمنه جنه، وتقدروا تعملوه هو فراخ او ارانب او لحمه او اي حاجه بنفس الطريقه بالظبط ويطلع روعه. هنعمل كمان برياني خضار للناس اللي عايزه اكل صيامي او مش عايزه اي اكل يكون فيه لحوم، هينفعهم جدا. هنعمل كمان بطاطس على الطريقه الباكستانيه، من احلى وصفات البطاطس اللي ممكن تاكلوها. وهنعمل سلطه الرايتا اللي هي سلطه زبادي هنديه، طبعا بتتقدم يعني لازم مع البرياني. خلونا نبدا باول حاجه، برياني السمان، ونشوف محتاجين ايه وهنعمله ازاي. محتاجين 3 كوبايات من الرز البسمتي مغسولين ومنقوعين ومسلوقين كمان. بيتسلقوا في ايه؟ بيتسلقوا في ميه مع ورقتين لورا، معلقه كبيره من حبوب الكمون، 3 فصوص من الحبهان الصحيح، 3 حبات من القرنفل الصحيح، عود قرفه خشب، وملح، وبنضيف لهم شويه زيت نباتي او معلقه من السمنه، الاثنين ينفعوا. سلق عادي جدا كاننا بنسلق مكرونه، او حتى لو رز بسمتي بايت عندنا ينفع يستخدم في الوصفه دي. السمان هنحتاج له 6 سمانات، بصلتين متقطعين جوليان، 5 فصوص توم شرايح، 3 طماطمات متقشرة ومفرومة، معلقة صغيرة من الجنزبيل المفروم، نص كوباية من الكزبرة المفرومة، هنحتاج كمان كوبايتين من المرقة، سمنة جنة، معلقة كبيرة من بهارات البرياني، معلقة ملح وفلفل اسود. وللتقديم الاساسي في تقديم البرياني دايما بصل محمر وبيض مسلوق، زبيب ومكسرات. يلا بينا نبدا شغل ونشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده انا حاطه حله بتاعتي تسخن على النار كويس قوي، علبه سمنه جمنه موجوده، هنفتح. انا لفتها عشان املك افتح، وطبعا بتتفتح بكل سهوله. وهناخد حالا على الحله السخنه جدا بتاعتنا حبة حلوين من السمنة يكونوا هيكفوا الوصفة كلها. ثانية انا باخد المقدار اللي انا عايزاه بالظبط. ممكن كمان حبة لان انا عندي 3 كوبايات من الرز مش محطوط لهم تقريبا اي مادة دهنية، فلازم ايه كله يبقى مظبوط. نطلع فاصل معلش. يلا هنطلع فاصل صغير جدا على ما السمنه تسخن ونرجع نكمل حلقتنا، مستنياكم. رجعنا من الفاصل، السمنه سخنت كويس جدا، سمنه جنه بقت مولعه في الحله، وده بالظبط اللي عايزينه. ليه؟ عشان اساس البرياني البصل لازم يتحمر ياخد لون واطراف بني. هننزل البصل دلوقتي، لازم نسمع الصوت ده، وهنسيب البصل يتحمر لحد ما ياخد الاطراف البني. مجهزين توابلنا، التوم، الجنزبيل هينزلوا في الوقت المناسب، بس لازم البصل اول حاجه ياخد اللون القوي ده عشان ده بيفرق جدا جدا في طعم البرياني بعد كده. نقلب تقليبه وسايبه البصل ياخد الاطراف البني. طيب لحد ما البصل ياخد الاطراف البني، تعالوا مع بعض كده نقول مقادير البرياني التاني معانا النهارده، وهو برياني الخضار. البرياني من اجمل الوصفات، بالذات انا بحبه بقى في ايه؟ بيلم البواقي، يعني لو عندي شويه بسله فاضلين من كيس، شويه حمص، شويه معرفش ايه، اقدر اجمعهم كلهم. ومن اجمل الحاجات فيه يا جماعه انه ممكن استخدم فيه الرز البسمتي التاني كطريقه يعني لاعاده تدويره من غير ما يبان ابدا ان دي حاجه بايته، بتبقى اكله تحفه. برياني الخضار، عشان نعمل الرز محتاجين 3 كوبايات من الرز البسمتي المغسول والمنقوع، زيت نباتي او سمنه، 5 كوبايات مرقه، 3 ورقات لورا، معلقه كبيره من حبوب الكمون، 6 فصوص من الحبهان الصحيح، 6 حبات من القرنفل الصحيح، 3 اعواد من القرفه الخشب، وملح،
خلطه الخضار هتكون عباره عن كوبايه من البسله وكوبايه من الحمص وبصلتين متقطعين جوليان ونص معلقه كبيره من الثوم المهروس، نص معلقه صغيره من الجنزبيل المهروس، كوبايتين من الزبادي، سمنه ونص معلقه صغيره من البهارات الهنديه جارا مسالا، رشه صغيره من الزعفران الباودر وده اختياري. طبعا الرز عشان بس تبقوا عارفين يتعمل ازاي، الرز احنا بنحط كل حاجه على النار مع بعضيها، الميه والزيت وكل التوابل، بنسيبهم يغلوا، بنسقط فيهم الرز زي المكرونه، استوى بنشيله، عندنا رز بايت شكرا جزيلا يؤدي الغرض ويبقى زي الفل. البصل هنا وهو بيتحمر اهو قاعد ياخد الاطراف البنيه، تعالوا كده نشتغل الاثنين مع بعض، فبالمره نحط حله ثانيه للبرياني التاني ونبقى بنشتغل الاثنين برياني مع بعض. البرياني التكنيك والكونسبت نفسه او الفكره يعني واحده، ولكن مليون برياني يا جماعه من بلد لبلد ومن منطقه ومن منطقه. عايزه اقول لكم ان البرياني حتى نفس فكره الكحك في مصر، من عيله لعيله تلاقوا المقادير مختلفه، وكل منطقه وكل عيله وكل بيت وكل شارع بيبقى فخور جدا بالوصفه بتاعته وشايف ان هي احسن حاجه. فلو دخلتوا في عالم يعني وبحر البرياني هتلاقوا كمية وصفات رهيبة. الحاجة المشتركة فيها البصل المحمر، الزبادي، في برياني أبيض، في برياني أصفر، في برياني طماطم، في أفكار كتيرة جدا منه، وهو بصراحة من الوجبات اللي أنا بحبها جدا وبتبقى شيك قوي في العزومات كمان، فبحبها قوي عشان كده. تعالوا نحط كمان الحلة التانية شوية سمنة حلوين كده يسخنوا علشان نبدأ نشتغل في برياني الخضار كمان. وإحنا بنكلم مدام نادية. مدام نادية أهلا وسهلا. اهلا بيك يا شيف ساره. ازيك يا مدام نادية، عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الخير بالباكستاني تبقى ايه؟ والنبي ما اعرف. بس النهارده موديانا باكستان اهو، باكستان على الهند، على الهند كمان. لا والله حاجتك جميله يا ساره ومنظمه وما شاء الله عليكي كلها كده. تسلمي يا مدام نادية. عامله ايه النهارده؟ احسن كتير الحمد لله. انا اولا بتاسف لك عشان امبارح قلت لك مبوظه ليه، ما كنتش اعرف الظرف اللي عندك. معلش معلش، لما رجعت فتحت الفيس لقيته والله ما كنت اعرف يا ساره. ولا يهمك يا حبيبتي. معلش حبيبتي، طبعا دول يدخلوك الجنه من غير حاجه والله. طبعا يعني معلش. وتاني حاجه عايزه اقولها ان السمنات اللي بتعلنوا عنها دي يعني بيتهيألي 90% من الشعب المصري بيستعملها، لان انا بقى انا واحده من الناس بستعملها ولا جرى لي حاجه والحمد لله، عشان انا بسيح عندي وش اللبن فبيطلع لي بقى ايه كميه سمنه بلدي بحط من دي على دي وافبخ بيها والله. اغلب الناس بتخلط مظبوط. فانا عايزاكي ما تسمعيش للي بيتكلم. حاضر والله يا ساره من فضلك، انت ناجحه بطريقه يعني ما شاء الله عليكي، من نجاحك ولاي حد بيتكلموا عليه بيبقى عشان ناجح طبعا. ربنا يعزك يا حبيبتي. وعايزه منك طريقه حفظ الكوبيبه. حاضر. هل بتتقلى وتتشال ولا هتعمليها لي انت حبيبتي؟ ماشي حاضر، من عيني الاثنين هقول لك نعمل فيها ايه بالظبط. وشكرا ليكي حبيبتي على تليفونك. جدا جدا طبعا. برضو تاني انا بحب دايما اكد على الكلمة دي علشان يعني نبقى واضحين، اي حاجة في الحياة مفيش فيها اعتدال بتبقى ضارة. الملح بدون اعتدال ضار، السكر بدون اعتدال ضار، السمنة بدون اعتدال ضارة ايا كان مصدرها. فارجوكوا اعتدلوا في كل حاجة علشان حياتنا تبقى كده ما خالية من الامراض ومن التعقيدات ومن الابتلاءات، يعني نبقى معتدلين في كل حاجة. انا شايفة كده وده رأيي، وأي حاجة بنعتدل فيها بنتقي ضررها لو أصلا ليها ضرر. فزي ما قلت لكم يعني بصوا الإنسان من غير ملح يمرض، تخيلوا، ولكن برضو لو أخذ ملح كتير يمرض. فهي الفكرة في إن أنا أخد كمية معقولة، هي الفكرة كده إن إحنا نكون معتدلين في حاجة في كل حاجة، وفي كل حاجة دي معناها كل حاجة كل حاجة. نعتدل في غضبنا، نعتدل في سعادتنا، نعتدل في كل حاجة بقدر الامكان. طبعا الواحد احيانا بيبقى خارج عن السيطره وما بيقدرش يتحكم في مشاعره في حاجات كتير، بيحزن بزياده، بيزعل بزياده، فالانسان بيحاول يعني يكون معتدل بقدر ما يستطيع. البصل هنا تعالوا اوريكم اللون اللي هو قاعد ياخده، شايفين اللون الذهبي ده بالظبط اللي انا عايزه اشوفه كبدايه، لكن انا عايزه اغمق كمان عن كده، انا عايزاه يوصل للون البني، ولكن لما اشوف اللون الذهبي ده
ابدأ اقدر احط الثوم والجنزبيل. انا بقى عملت ايه، انا حطيت في الحلة التانية برضو سمنة وخليت السمنة برضو تسخن كويس قوي عشان نشتغل الاتنين برياني مع بعض في نفس الوقت. فحاجي برضو احط البصل ده واسيبه ياخد نفس اللون البني اللي انا عايزاه. امورنا كده تمام وماشيين زي الفل. نكمل على البصل اللي بدأ ياخد اللون البني هنا، هضيف الجنزبيل والثوم، ما ضفناهمش من الاول طبعا عشان كان زمانهم ايه متفحمين، يعني هما الاثنين بيتشوحوا بسرعه جدا. ادي الجنزبيل وادي الثوم. وناخد محمد على التليفون. يا محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ طارق. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ زي حضرتك والله، احنا بنحبك جدا ونتفرج على حضرتك. يا فندم ده شرف ليا وحضرتك منورنا، اهلا وسهلا بيك. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب. لو سمحت والدتي عايزه اتكلم حضرتك. ده يشرفني، ادهيني. السلام عليكم يا شخصار. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا رب وبالف صحه وسلامه. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله زي الفل يا حبيبتي، الحمد لله. ربنا يعزك يا حبيبتي ويصلح ما بين ايديك. ربنا يخليك يا حبيبتي واشكرك جدا. الله يكرمك. اشكرك يا حبيبتي. اشكرك يا حبيبتي. الله يكرمك. الامر لله، نورتيني، اهلا وسهلا بيكي. شكرا جزيلا ليكي يا حبيبه قلبي، نورتينا. وعشان يعني بس ايه، يعني امبارح كان ناس كتير جدا كتبت لي انت كنتي كئيبه كده في الحلقه، انت كنت زي انا، بس كان عندي ظرف خاص. يعني هو ممكن يكون حاجه تافهه جدا لناس كتير، بس هو مش حاجه تافهه بالنسبه لي. يعني انا بحب اربي قطط قوي، فاحد القطط عندي عي ومات، وده كان بقاله مده شغال، يعني هو فضل عيان مده طويله وبعد كده مات. فانا امبارح كنت طالعه وهو لسه ميت يعني، فكنت متضايقه جدا طبعا. هي في الاول وفي الاخر روح مسؤوله مني، وما دام في بيتي فخلاص يعني هو مسؤول مني فعلا. ف كنت متأثرة جدا، فبعتذر جدا ان انا كنت كئيبة امبارح. انا عارفة اني كنت كئيبة قوي، بس غصب عني يعني شغلنا صعب، واحيانا بنضطر نطلع في اوقات بيكون عندنا ظروف خاصة مضايقانا. وزي ما قلت لكم هي ممكن حاجة تكون تافهة بالنسبة لحد، ما فيش مشكلة يعني، بس هي لا عند ناس كتير تقليد. انا باخد تريقة للصبح، باخد تريقة للصبح، باخد تريقة للصبح يا عم حمدي، ده صلي على النبي. باخد تريقة ما اعرفش، بتبقى تريقة غريبة يعني. مثلا لما مره كده كتبت ان هو كتبت دعاء يعني عشان هو يخف لما بدا عي، فناس تريقت عليا جدا بتقول لي ادعي للبني ادمين اولى. يعني طب مش فاهمه يعني، يعني احنا ما هو روح برضه نسيبه يموت كده؟ ما هو ربنا خلقه يعني، واكيد ما خلقهوش عبث، واكيد ما اوجدنيش في حياته اراعيه علشان اسيبه يموت اكيد يعني. فانا برفض طبعا كل الكلام ده تماما، وغير متفقه معاه اطلاقا، وشايفاه من اقصى درجات القسوه يعني. فربنا يجعلنا من اصحاب القلوب اللينه، سواء على حيوانات او على بني ادمين، اللهم امين. وبالمناسبه يعني هو اللي قلبه لين، قلبه لين على كل حاجه، مش قلبه لين على البني ادمين وعلى الحيوانات لا. او عن ده انا لما بشوف زرع يا جماعه، لما بشوف الولاد الصغيره احيانا وهم بيقعدوا يلعبوا يقطعوا الزرع بتضايق، ما هي روح برضه يعني بيقطعوه كده لعب، فبتضايق جدا. فهي الفكره ان اللي رحيم بكائنات ربنا رحيم بيها كلها، مش بيختارش، مش بينقي انا هبقى رحيم على البني ادمين بس على الحيوانات لا. فتاني ربنا يجعلنا من لينين القلب، دي نعمه كبيره جدا. بعد ما البصل اتحمر وخد اللون البني حطينا له الثوم، سوري الطماطم. بصوا بقى اللون عامل ازاي، تحفه. ده اللون اللي عايزين نشوفه لبرياني مظبوط. اقدر بقى اجي دلوقتي وانا حطيت التوابل كلها، اخد السمان انزله يتشوح مع الخلطه الجميله دي. ادي السمان، وهحط له كمان الخضره، وانا كمان حابه احط له زعفران، بس مش دلوقتي، هقول لكم هنعمل ايه بالزعفران. هقلب، عايزه اتاكد ان كل السمان طالوا الخلطه. مين يا نور معانا؟ مين؟ مدام وفاء معانا على التليفون. يا مدام وفاء اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا مدام وفاء؟ ازيك يا ساره؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اهلا بيك. الحمد لله، ربنا يحسن ما بين ايديكي و تسلم يا رب، يديك الصحه كلها وتطيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يعزك. انت جميله يا شيخ ساره، وعندك رحمه وقلبك ابيض الحمد لله، وزي الفل واخلاق وذوق ما نقولش بقى، واحسن شيف يعني. ربنا يزيك. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. ولا يهمك من حد، انا عندي برضه قطط. انت حاسه بيا صح؟ والله يا رب يديك الصحه، معلش ما تزعليش. لا يا حبيبتي كله عند الله، مش مشكله الحمد لله. كل وصفاتك جميله ومستفيد منك، وانت كل الذوق واخلاق تسلمي يا رب. ربنا
وان الشيفات كلهم زي العسل بصراحه. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا رب، تقدم دايما كده. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه ويخليك اسرتك كلها يا رب. اشكرك يا حبيبه قلبي، وشكرا على تقديرك لمشاعري جدا، اشكرك جدا. طيب احنا قاعدين نقلب دلوقتي السمان ده مع الخلطه اللي حطيناها، بس احنا لا حطينا ملح ولا فلفل، فممكن بقى نحط دلوقتي شويه ملح كده وشويه فلفل، نقلب تاني، وهضيف بقى ايه شويه ميه. الميه الغرض منها هنا ايه؟ تعمل لي صوص وتسوي لي السمان. لسه الرز في الاخر خالص، ليه؟ الرز اصلا مستوي، فبداية البرياني هي اللي احنا بنعمله ده، هو ده الاساس اللي بيدي طعم برياني مظبوط ونكهة جميلة. نشيل ده كده عشان ايه ممكن يتلسع، ونيجي هنا نضيف المية. بصوا مش هنغطي السمان، احنا مش بنسلق، بس عايزين مية كافية انها تسويه. هاخد السمان ده احطه هنا كده واقفل عليه يغلي، وبعد كده بقى اسيب الصوص يتكثف بس لما يجي الوقت المناسب. وهنا اكمل، انا هنا حطيت البصل، هحط الثوم، هحط الجنزبيل. بفكركم ان البرياني التاني هو برياني الخضار اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، تقليبه، الحمص والبسلة. تقدروا تحطوا اي خضار انتوا عايزينه على فكرة، مش بالضرورة ابدا التركيبة اللي انا عاملاها. وهاجي دلوقتي اعمل صوص للبرياني من الزبادي، هحط البهارات وهحط الزبادي، هقلب. وانا حابة احط شويه من الزعفران الباودر، وحابه احط شويه من الفلفل، وشويه من الملح. طبعا اللي بيحب الاكل المائي الحامي مفيش اي مشكله ان هو يضيف حاجات تخليه حاميه، فلفل حامي، شطه، براحتكم جدا. هو الاكل الهندي اصلا حامي، ولكن انا لما بكون بعمل دايما اكل لمجموعه كبيره من الناس بتعمد ان انا ما خليش الاكل حامي. طيب قلبنا كده، وبقى عندنا صوص لطيف جدا. انتوا عندكم اختيار من اتنين، عندكم طريقه تسووا بيها البرياني في الفرن، وعندكم طريقه تكملوا على البوتاجاز عادي جدا. الطريقه اللي على البوتاجاز مش هي الطريقه الادق، الطريقه الادق هي طريقه الفرن، ولكن خلونا نعمل الاتنين، ولا نعمل فرن بس. خلونا نعمل واحدة واحدة. خلونا مثلا السمان نخليه بوتاجاز، والخضار نخليه فرن. عملنا الخلطة دي هنشيلها من على النار، وهاجي بقى أرص طبق البرياني وأنا بكلم مين يا نور؟ أم يوسف. يا أم يوسف أهلا وسهلا. إزيك يا سارة حبيبتي؟ إزيك يا أم يوسف، عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، والله مبسوطه جدا بشوفتك. انا اكتر يا حبيبه قلبي. انا كلمتك قبل كده وفاكره لما قلت لك انا زي ما انا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. صح كده. يعني انت لما بتربي حيوان انت زي بتربي بني ادم، ده ربنا بيحطه في قلبنا عشان يزرع جواكي اللين. عارفه يعني ايه اللين؟ وخيركم اللي عنده لين. طبعا ما يهمكيش من كلام الناس، الناس ولا هيعجبها لبسك ولا هيعجبها كلامك ولا هيعجبها بتربي ايه، ما حدش بيعرف يرضي كل الاطراف. صح معاكي حق. بس انا عايزاكي بس دايما متفائله، لان ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. صح، ده عشان القطه. خلاص كلنا يا رب، بس الواحد لما يموت يا ساره يلاقي حد يفتكره ويحن عليه ويدعي له زي ما انت دعيتي القط كده. مش هو القط ده هيشفع لي يوم الدين ان شاء الله. طبعا والله الله. روح زي ما انت بتقولي، عشان كده الواحد ما بيحبش يربي حيوانات لانه هيبقى مسؤول عنها زي ولاده. بصي هو انا بقى يعني هو مسؤوليه مش اكتر، هي مسؤوليه كبيره جدا. طبعا مسؤوليه كبيره جدا، مسؤوليه نفسيه طبعاً. كمان كبيره جدا، يعني معلش انا قعدت جنبه يوم كامل بيموت بينازع، فده ضغط. لا ده ضغط نفسي كبير جدا، فاللي ما يقدرش اللي ما يقدرش يعمل ده ما يجيبش حيوانات. الحمد لله الحمد لله. اطلب منك بقى طلب في الاكل، احنا قاعدين في رمضان حاجات خفيفه، مش مشكله لحوم او فراخ يعني عادي.
انت بتعملي فعل، بس انت ماشيه بجدول دراسه كده، انت منهج لوحدك حبيبتي. اكاديميه ما شاء الله. حبيبتي اوعدك ان احنا نخلي كمان الاكل سهل وسريع، ما نعقدش الدنيا. حاضر. رغم ان انا مش بشتغل، بس انا بحس ان انتوا بتنظموا لنا اليوم بصراحه. ربنا يجعلك يا حبيبتي، ربنا معاكي ان شاء الله ويقدرك. ما نعزكيش في حد ابدا يا رب يا ساره. يا رب ان شاء الله يا حبيبتي، ولا انا ولا انت ولا اي حد يا رب. اشكرك اشكرك جدا. بصوا بقى هنعمل ايه برصه البرياني، شبه رصه المكرونه البشاميل، طبقه رز، طبقه رز حلوه كده، وتتحط الخلطه اللي احنا عملناها. ففي حالتنا دي هي خلطه خضار، طبعا لو كانت فراخ او لحمه هنرصهم برضو. بس كده عايزه اقول لكم بقى كمان الواحد بياخد دروس في الحياه احيانا من الحاجات اللي زي كده. يعني اليوم ده والله انا قدرت يعني مش قادره اقول لكم تقديري لنعمه الصحه زاد قد ايه، لان هو كان ما شاء الله يعني صحته كويسه جدا، حتى حجما يعني ما شاء الله كده صلب طوله وطول بعرض كده، حتى احنا كنا بنتريق عليه نقول زغلول زغلول البيبي ايه ده، احنا اللي بيبي كان اسمه زغلول، كنا نتريق عليه نقول كده، لان هو كان ما شاء الله يعني صحته كويسه جدا وبياكل كويس جدا. ويعني عايزه اقول لكم في يوم بقى نص مثلا، فقعدت افكر يا لهوي الواحد ازاي بكل سهوله كده ممكن يفقد صحته، فقد ايه هي نعمه كبيره، وقد ايه الفرق بين الانسان وهو بصحته او الكائن الحي، بلاش نحدد يعني النوع، الكائن الحي وهو بصحته. حتى الزرعه لما تعيا الزرعه تلاقوا ورقها كده قبل ما تعيا اخضر وجميل ومزهزه وواقف كده جميل، فجاه يجي لها مرض او تعيا تلاقوا الورق بدأ يدبل وأطرافه بدأت تصفر وشكلها اختلف تماما. فأنا شفت ده بعيني في خلال يوم، فتقديري لنعمة الصحة راح في حتة تانية خالص. يعني الحمد لله طبعا، والحمد لله يعني ربنا يا رب كلنا ساعة ما نموت نموت واقفين على رجلينا وصلبين طولنا وصحتنا زي ما هي، يعني نموت موت اللي هو ايه يعني من غير ما نتبهدل، مش هقول لكم غير كده. يا ربي يا دي نعمه كبيره جدا، فادعوا دايما ان يعني لما ربنا يتوفانا كده يتوفانا ايه واحنا واقفين على رجلينا مش واحنا متبهدلين، يا رب ان شاء الله. الطبقات دي بقى هيحصل ايه؟ بخار، لان احنا حاطين صوص، فالصوص ده هيبدا يبخر ويكمل سوى الرز بطريقه جميله جدا. عشان ده يحصل بقى يا حبايبي محتاجين نلف بورق فويل كويس جدا. انتوا عارفين بقى في الهند وفي باكستان بيتعمل ايه؟ ما بيتعملش طبعا التهريج بتاعنا ده، احنا بنعمل النسخه المودرن من البرياني، لكن هم بيقفلوا بيحطوه في فرن كده من المدفونين دول وبيقفلوا عليه بعجينه، متخيلين؟ عشان يحبسوا كل البخار جوه. فاحنا طبعا بنعمل ده بالطريقه الحديثه يعني اللي هي الورق الفويل، لكن اللي يحب يعمله بعجينه ما فيش اي مشكله، اي عجينه بسيطه ميه ودقيق ويقفل عليه ما فيش مشاكل خالص، ويعملوا في طاجن فخار او في جره كده هيبقى جميل جدا. نقفل عشان نطمن ان احنا حابسين البخار تماما، ونيجي هنا في الفرن درجه حرارته 240 درجه حراره عاليه او ممكن 200 يعني عشان ما يتلسعش مننا الرز، وندخله نسيب البخار بقى يعمل عمايله. البخار هينشر نكهه الصوص وسط كل الرز، وهينشر ريحه فظيعه من التوابل، طبعا التوابل الهنديه توابل قويه، فهتلاقوا نتيجه عظيمه. ده بيحصل دلوقتي في الفرن، وتعالوا كده نشوف السمان حصل فيه ايه. احنا قلنا هنعمل حاجتين، هنعمل واحد على البوتاجاز وهنعمل واحد في الفرن، عشان حضراتكم في البيت تختاروا الاوبشن المناسب اكتر ليكم. طبعا الاسهل اللي على البوتاجاز وبيطلع رائع وجميل، ولكن لازم نوريكم برضو صح الموضوع ايه. بصوا هنا السمان بدا يتسلق، فانا هعمل ايه؟ هفتح عليه عشان عايزه ابخر الميه شويه، عايزه ابخر الصوص ده واتقله شويه ما يبقاش مرقه كتيره كده. هطلع فاصل صغير جدا، ولما ترجعوا نكمل برياني جنه بالسمان. فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل. طبعا بعد ما سيبنا السمان يستوي في الصوص الفظيع اللي عملناه،
هنلاحظ ان الصوص تقل اتكثف بقى ليه قوام مش سائل زي المرقه، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. طبعا السمان قمر قاعد يستوي ومش قادره اقول لكم هيبقى طعمه عامل ازاي. مهم جدا يا جماعه ان احنا نيجي في نص الوقت كده ونقوم قلبينه على الناحيه الثانيه. طب بنعمل كده ليه؟ علشان انا عايزه السمان ياخد الطعم من كل النواحي، ده اولا. ثانيا عايزاه يستوي من كل النواحي، هو طبعا يعني سمان يعني فهو استوى وشبع سوا كمان، ولكن تاكيدا على ان هو يكون شارب طعم الصوص انا بحب اقلبه كده في النص بالهداوه عشان ما يتكسرش مني او يتقطع مني، لانه طبعا بيبقى دايب تماما. طيب وصلنا للمرحله دي هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي بالرز بتاعنا هيله بيله كده ونقوم حاطينه على الوش، ناخد كل الحاجات اللي في البوله منبقيش حاجه، وبس كده نغطي. فاللي هيحصل ايه؟ ان السمان هيفضل يشرب. مين اخد غطا الحله؟ السمان هيفضل يشرب. طيب اللي اخد غطا الحله يرجعه عباية وانا هستخدم ده مؤقتا، وارحموني يعني انا ماشيه بعليك مش هقول غير كده. غطينا، ودلوقتي اللي هيحصل سمان عمال يشرب مرقه، بخار عمال يجو يخلي الطعم يتوزع، كل اللي احنا عايزينه هيحصل. انا حطيت مرقه لما جيت اسقي السمان، ممكن حطيت ميه، اسفه، ممكن تحطوا مرقه مفيش مشكله خالص، ده او ده الاثنين زي الفل وهيدونا نتيجه رائعه اللي موجود، بس انا حطيت ميه يعني ما كنتش واخده بالي ان انا طالبه مرقه فقمت حاطه ميه سخنه، ولكن المرقه طبعا هتأدي نفس الغرض مفيش اي مشكله، هتدينا فليفر كمان رائعه. طيب نكمل عندنا ايه كمان هنعمله؟ تعالوا قبل ما نبدا نقول المقادير نحط ووك تسخن على النار، والووك اللي هتسخن على النار دي هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها بطاطس باكستاني. انا عماله افكر اعمل فوق ولا اعمل في طاسه، خلينا ووك احسن عشان نقلب براحتنا. هحط الووك تسخن كويس قوي واقول لكم المقادير. البطاطس الباكستاني مقاديرها كالتالي: 3 وحدات من البطاطس متقطعه شرايح رفيعه، وبعد ما قطعناها شرايح رفيعه قسمنا كل شريحه 2 يبقوا كده زي نص دايره، وعندنا كمان كزبره مفرومه، عندنا 6 فصوص ثوم شرايح، زيت نباتي، معلقه كبيره من حبوب الكمون، نص معلقه صغيره من الكركم، شطه وده طبعا اختياري، اي حاجه حاميه دايما بتبقى اختياري في الاكل، وملح وفلفل اسود. وصفه البطاطس دي يا جماعه انتوا ما عندكوش فكره هي حلوه ازاي. انا هبدل، هودي السمان على العين العاليه اللي بعيده عني، واخلي اللي هشتغل فيه قريب مني عشان دراعي ما يوجعنيش. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد شويه من الزيت او السمنه، شويه زيت وهسيب الزيت يسخن كويس، وانا جاهزه هنا بالثوم والبطاطس واموري كلها زي الفل. هنحط البطاطس مع الثوم مع التوابل، بس قبل ما نحط البطاطس هنعمل حاجه مهمه جدا. عندنا حبوب الكمون هناخدها كده نوزعها وسط الزيت، نسيبها تسخن معاه وتبدا تطقطق. لما تطقطق هتطلع علينا شويه طعم في الزيت مش طبيعي. ليه؟ لان احنا عارفين ومذاكرين مع بعض التوابل كلها مليانه بالزيوت الطبيعيه بتطلع مع الحراره، فطبعا لما احمص حبوب كمون في الزيت انا هطلع كل الزيوت الطبيعيه دي في الاكله بتاعتي، فهيبقى الطعم رائع الجمال. وطعم الكمون مع البطاطس طبعا تركيب الطعم انا مش محتاجه احكي لكم عنها انتوا عارفين. وناخد ام منى على التليفون واحنا مستنيين كده حبوب الكمون تبدا تطقطق، هي من الصوت هتعرفنا على طول. يا ام منى اهلا بيكي. فصل يا ام منى تقريبا، كلمينا تاني يا حبيبتي واهلا وسهلا بيكي. مستنيين نسمع طقطقه حبوب الكمون. ومجرد ما نسمعها بننزل عليها البطاطس ومعاها الثوم. يلا بينا. هاخد البطاطس الثوم
توابل، كركم. انا هحط اصغر رشة شطة في العالم، يعني نقطة كده على طرف المعلقة مش اكتر، عشان اللي ما بياكلش حامي ما يتضايقش. هحط كمان رشة من الفلفل الاسود، رشة من الملح، والكركم حطيناه، وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. هاخد شوية من الكزبرة، مش كلها، هحطها دلوقتي نص الكمية، واسيب نص الكمية للاخر طازة. ليه؟ علشان لما هتستوي معاها وتتشوح معاها هتدي طعم، ولما تتحط في الاخر طازة هتدي طعم تاني خالص. فاحنا عايزين ناخد الطعمين وناخد مميزات كل مرحلة، فعشان كده عملنا كده. هنقلب، ولازم نخلي البطاطس تتشوح كويس جدا. هتلاحظوا حاجة يا جماعة، لو بصيتوا على البطاطس دلوقتي هتلاحظوا ان حبوب الكمون عمالة تلزق عليها، فده بالظبط اللي انا كنت عايزاه. عشان كده بشوحها معاهم في زيت سخن جدا عشان يحصل كده. فباجي اكل وحدة البطاطس انا مش بس باخد طعم الكمون، ده انا باخد قرمشة كأنه عامل عليها حبات من القرمشة والكراست، جميلة جدا. فبصراحة وصفة روعة في الجمال، وعايزة اقول لكم ان انا بحبها لدرجة ان انا بعملها ساندوتشات بالطحينة، بعمل طحين واعملها ساندوتشات بسلطة الزبادي. ولو عايزة اكل اكلة خفيفة كده بقوم عاملة شوية بطاطس كده ومعاها صدر فرخة مشوية، شكرا، ده يبقى الاكل وبتبسط جدا جدا. ايه يا نور؟ مش سامعة حبيبتي. ام منى معانا على التليفون. يا ام منى اهلا وسهلا. ازيك يا شيف سهر، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه والله. تسلم يا رب، كلك ذوق، كلك ذوق. الله يخليك، ما تسمعش لكلام اي حد يا شيف سهر. ايه؟ لو الناس تسيب بعض في حالها والله الناس هتبقى كويسه وعايشه كويس. اه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام زعل على طفل ان هو مات العصفور بتاعه. صح يا حبيبتي، انت معاكي حق. صح؟ صح معاكي حق. اه فدي روح من الارواح، سبحان الله ربنا خلقهم كده لهم سبب. طبعا طبعا، ما اكيد مش عبث يعني. اه طبعا، سبحان الله، ربنا يعطيك الصحه يا شكتوره وتسلم ايدكم جميعا والله كله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انتوا عارفين المضحك بقى في الموضوع ايه؟ ان انا لما حد مثلا بيوجه لي انتقاد من انتقادات التريقه على القطط او الحيوانات او كده، انا الحقيقه مش بتضايق عشان نفسي، يعني انا مش بتضايق ان ايه ده، هو ازاي يقول لي كده؟ انا بتضايق ان في حد بيفكر كده. الفكره نفسها بتزعجني جدا، ان يا ربي انت ازاي بتفكر كده؟ يعني انت لو عييت مثلا اكيد عايز كل اللي حواليك يكونوا رحيمين بيك ويرعوك، اكيد. فازاي انت بترفض ده لمخلوق تاني؟ مش بفهم الفكره دي خالص. يعني حضرتك مثلا لو عييت، ايه رايك لو رميناك؟ ده هيبقى تصرف سوي وطبيعي؟ اكيد لا، صح؟ فهو نفس الكلام ينطبق على اي روح في الدنيا. فانا بنزعج اصلا ان حد بيفكر كده، مش ان هو قال لي حاجه تضايقني، انا مش بتضايق بسهوله يعني. وحتى لما ناس كتير بتكتب لي انت لما بتكتبي بتبقي متعصبه، لا خالص، انا ما ببقاش متعصبه ابدا، انا بس يعني ببقى حاده ولكن مش متعصبه. بتضايق قوي ان حد يفكر كده يعني. الروايح هنا مش طبيعيه يعني. بقى بصوا ايه اللي بيحصل دلوقتي، السمان قاعد يستوي في البخار والرز هيبدا يلون، هياخد حبه منه اللون وحبه هيفضل ابيض، وانا بيعجبني كده وهو المفروض يبقى كده، فاحنا هنسيبه كده بالظبط. المهم بس ان في الاخر نيجي كده نوطي درجه الحراره عشان ما فيش حاجه تتلسع من تحت. البطاطس احنا عملنا ايه؟ قفلنا عليها بغطا عشان البخار يتجمع جوه فيسولنا البطاطس. بنيجي كل شويه وندي تقليبه كده عشان نطمن انها مش بتلزق. ولو حابين انكم تحطوا شويه ميه ممكن، انا بدوقها كده اشوف يا ربي هي استوت ولا لسه، لو لقيتها لسه كتير بقوم حاطه شويه ميه يساعدوني. فتعالوا نجرب كده، هي من يعني من دخله الشوكه فيها باين انها ما استوتش، بس برضو نجرب. عايزه نقطه ميه. تحفه. معانا ام ميدو على التليفون. انا حطيت هنا بالظبط قد ربع كوبايه ميه، يمكن اقل كمان، وهقفل. يا ام ميدو اهلا وسهلا. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيبه وماما طيبه. طيبه يا حبيبتي، وبالصحه والسلامه يا رب.
ربنا يديك الصحة والعافية حبيبتي يا رب. يكرمك يا حبيبتي، كلك ذوق، تسلم يا رب. من فضلك يا سارة، السمان الصوص معمول بالصوص ايه؟ عشان انا ما شفتش الاولاني. انزل لك المقادير تاني، ايه رأيك؟ لا انا مش هشوف المقادير. ايه؟ مش هشوف المقادير، يا ريتك تقولها لي. هنزلها لك واقولها لك. حاضر، من عيني الاثنين. نزلوا المقادير عشان اقراها يا جماعه. بصي يا حبيبتي، احنا السمان سويناه في صوص من، عملنا ايه، بصلتين متقطعين جوليان شرايح كده، شوحناهم لحد ما بقت اطرافهم بني. بعد كده حطينا لهم 5 فصوص من الثوم الشرايح، وحطينا لهم معلقه صغيره من الجنزبيل المفروم. بعد كده يا ستي حطينا لهم شويه كزبره مفرومه، وحطينا لهم بهارات برياني او بهارات هندي او اي تركيبه بهارات انت تحبيها، المهم يكون فيها الكركم. وحطينا شويه زعفران وملح وفلفل اسود. في الاخر خالص حطينا شويه طماطم متقشره، 3 طماطمات مقشرينهم وفارمينهم، وسيبنا ده بقى يعمل صوص. ممكن تقومي حاطه له شويه ميه لو محتاج، بس هو مش بيحتاج. نزلي السمان في الخلطه دي، قلبيها كويس جدا، مع قلبيهم كويس جدا مع بعض بحيث ان السمان يتبل بيها. بعد كده هتضيفي شويه ميه وتقفلي عليه وتسيبيه يستوي، وفي الاخر خالص تضيفي له الرز على الوش. بس يا ستي ده كان السمان، ويا رب ان شاء الله تجربيه ويعجبك. البطاطس هنا شغاله زي الفل. معانا جانا على التليفون. يا جانا اهلا وسهلا. ازيك يا جانا؟ الحمد لله. انت حلوه؟ ازي حضرتك؟ ايه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ يا رب دايما يا حبيبتي. موريني. انا بحبك جدا يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلمي يا جميله. شكرا يا جنى، شكرا يا حبيبه قلبي، نورتينا. سلطه الرايته او الزبادي بقى اللي هناكلها. نطلع فاصل الاول بعدين نقولها. يلا نطلع فاصل، ولما نرجع نعمل لكم سلطه الزبادي. فاصل ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل. بصوا البطاطس وحلاوتها، والنبي ما سمعت، بس متوقعه يعني، انت عارف قلب الام يعني. الام بتعرف ولادها بيعكوا ايه حتى لو هي ما عندهاش اي فكره، مش كده؟ اطباقنا جاهزه. قدمت زي ما قلت لكم كده ايه البطاطس دي، بجد والله جربوها مره هتدمنوها، جميله قوي. خليها هنا على جنب لحد ما نخلص. طيب احنا عندنا ايه محتاجين نتابعه؟ محتاج عندنا برياني في الفرن، انا شايفه ان احنا ممكن نطلعه، كفايه قوي كده عليه. وعندنا واحد تاني في الحله هنلقي عليه نظره دلوقتي ونشوف الوضع ايه. ناخد ام اشرف على التليفون واحنا شغالين. يا ام اشرف اهلا بيكي. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي، وبالصحه والسلامه يا رب. مش حبيبتي انا بتقل عليك شويه. لا، انا عندي 80 سنه. براحتك خالص يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه. ماشي يا حبيبتي، انا واحده ست عندي 80 سنه. اتفضلي، ربنا يديك الصحة. ربنا يخليكي. وعليا سنة كهرباء للمباحث الكهرباء. كامل مبلغ؟ نعم. كامل مبلغ؟ المبلغ معدي ال 2000، كنت بدفع في الشهر 300 جنيه. تمام. مباحث الكهرباء، جم قطع عليا الطيار أول امبارح، وعملوا لي محضر. وأنا واحدة ولا ليا معاش ولا ليا حاجة. خدي يا نور. نور. حصل؟ نور هتاخد بياناتك، هنحاول نتصرف. حاضر، من عينينا الاثنين يا حبيبتي طبعا. واي حد سمعنا حابب ان هو يساعد يتواصل معانا برضو، يعني احنا بنحاول في نطاق كده شخصي، يعني مش نطاق القناه، ان احنا نحل اي مشاكل من النوع ده. ولو حد حابب ان هو يساعد معانا من اللي بيتفرجوا علينا طبعا، يعني يا ريت. الدنيا هنا زي الفل. انا هقفل عليه خالص وسايباه بقى يهدى شويه من الحراره. تعالوا نشوف اخر وصفه، الرايته. سلطه زبادي هندي ملهاش حل. كوبايه ونص من الزبادي، والتقليدي جدا ان هي بتتقدم مع البرياني. 3 خيارات مبشورين، بصله حمراء مفرومه، ومعلقتين كبار من النعناع المفروم، ربع كوبايه من الكزبره المفرومه وزيت زيتون، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وملح وفلفل اسود. وتقدروا تقللوا في التوابل على قد ما انتم عايزين، او حتى تشيلوها تماما وتكتفوا بالملح فقط لا غير. تعالوا نعملها مع بعض. هنجيب بوله ونجيب سباتشلا بالمره،
خلينا نشتغل في البولة اللي قعرها مدور بيبقى أسهل. يلا الزبادي الخيار، والخيار بنتعمد نبشره عشان ينزل شوية من ميته هي اللي بتظبط السلطة، الكزبرة، البصل، زيت الزيتون واحنا بنكلم مدام نجاح، الكمون والكزبرة. يا مدام نجاح معانا؟ معاكي. ازيك يا حبيبتي؟ وعليكم السلام، اهلا بيكي. عايز اسال على تتبيله الفراخ المشويه وبتقعد قد ايه في الفرن؟ انا عندي فرخه 2 كيلو مش عارفه اعملها ازاي. فراخ مشويه وايه؟ لا استحاله الفراخ لا يمكن نشوي فرخه 2 كيلو كبيره جدا على الشوي، دي تتحشي وتستوي بقى براحتها في الفرن وهي كده في كيس حراري ولا حاجه، او تسلقيها وتحمريها يعني، او تعمليها معامله الديك الرومي يعني. بس 2 كيلو في الشوي لا حبيبتي مش هتكون مناسبه خالص، كبيره قوي 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 على الشوي، هتطلع معاكي بتشد ممكن اصلا ما تستويش، فعشان ما بقاش يعني بخدعك ما مش مناسبه. يلا بينا هنعمل ايه دلوقتي؟ النعناع، طبعا بنسيب النعناع دايما للاخر عشان بيسود، فبنفرمه في اخر لحظه ما بنسيبهوش ايه يتفرم من البدايه، بجيبه كده في ايدي، انا بحب ابرمه كده. من ايه؟ ما عشان هي مش المفروض تكون موجوده اصلا، فهمت بقى؟ ده اساس المشكله. بقطعه خشن عشان احس بطعمه اولا، ثانيا عشان بيسود لما بيتنفرم ناعم. حلو قوي كده، يلا بينا. تقليبه لكل الكلام الجميل ده مع بعضه. الخيار هينزل ميته والبصل هينزل ميته والسلطه دي هتبقى فظيعه. اللي مستغرب الكمون والكزبره يشيلهم منها مفيش اي مشكله، احنا بس بنحترم اصل الوصفه وبنعملها بطريقتها من بلدها، ولكن وده طبعا يعني مش قادره اقول لكم بيخلي طعمها حلو ازاي، هي حلوه جدا بيهم، ولكن لو حد حابب انه تكون من غير توابل هيشيلهم مفيش اي مشكله. جهزت معانا السلطه، خلوني ادوق، قد اكون بتلكك وقد اكون بدوق الملح، انتوا بقى انتوا صحتكم بقى، يا تقفشوني يا ما تقفشونيش. ثانيه واحده، فظيعه. ام محمد ولا ام مصطفى؟ استقري. ام محمد معانا على التليفون. يا ام محمد اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ سارة؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بحبك قوي شيخ سارة. يا رب يخليكي يا حبيبه قلبي ويعزك، اهلا بيكي. شيخ سارة بعد اذنك كنت اسالك على حاجه. اتفضلي. زي ما تقولي يا حمايه، واحد عطيله 2 بايركس، المفروض ان هو بايركس خلاص؟ فالراجل قايل له ان دول يستخدموا فوق البوتاجاز ما يتحطوش في الفرن. تمام. فطبعا انا خفت لان في شفت قبل كده طبعا فيديو معروف البايركس بتحط على البوتاجاز بيفرقع من فوق. لا لا مش كل البايركس. لونه ايه؟ لونه ابيض ولا بني؟ لا هو لونه ابيض ازاز بس. انا ايه كنت عايز اعرف هل هو يعني اصلي مش اصلي، لان طبعا شفت في الموضوع ده قال لك لازم يكون في كلمه البايركس نفسها طبعا على البايركس نفسه، ده ما فيش كلمه طبعا عليه. طيب ماشي، خليني اتفق معاكي على حاجه. مبدئيا كده هي بايركس دي مش ماده، مش ماده خام، بايركس ده اسم شركه. تمام. فاهم قصدي؟ فهو أيوة. لو شركه تانية اللي بتنتجه طبيعي انك مش هتلاقي كلمه بايركس. بايركس ده اسم براند، الناس اتعودت انها تقول على كل الطبقة الشفافه بايركس، ولكن بايركس ده اسم براند واسم شركه معينه. الماده نفسها او الطبقة الزجاجيه الحراريه بينتجها شركات كتير جدا باسامي تانية، فمش معنى ان معلهوش الكلمه، شايف خبره مع حضرتك، فمش معنى ان الاسم مش موجود ان ده حاجه مش اصليه، مفيش الكلام ده.
هي الفكرة ان هو نوعه مكتوب عليه ايه، وانا افضل ما ناخدش بكلام حد، افضل بان احنا نقرا باللي مكتوب على العلبة بتاعته. العلبة بتاعته بيبقى مكتوب عليها ان الاواني الزجاجية دي بتتحمل حرارة لحد كذا، او ما بتتحملش حرارة، او بتستخدم في الفرن، او بتستخدم على البوتاجاز. فانا افضل دايما ان احنا نتبع تعليمات المنتج مش البياع، لان البياع احيانا بيقول اي حاجة عشان يمشي البيع. اه حضرتك تاخديه تستخدميه على البوتاجاز ده زي الفل، تحطيه على البوتاجاز تلاقيه اتفرقع 60 حتة. فمش مش مش هيبقى مش هيبقى اكثر دقه من الشركه اللي انتجته. فحضرتك خدي بكلام الشركه اللي انتجته. انا عندي شويه ورق نعناع هنا مفروم بس بلمه. مين يا نور؟ مين يا نور؟ ايه ام شهد معانا على التليفون. يا ام شهد اهلا بيكي. اهلا بيكي، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. انا بشكرك جدا 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 على حلقاتك الممتازه. اشكرك يا حبيبتي، خاصه حلقات الفراخ. يا حبيبتي اشكرك. بجد بتبقى تحفه، حلقاتي المفضله الحقيقه. ايوه انا باخد بالي يعني بتبدعي فيها. انا بحب الفراخ قوي. عشان كده لما بتبقي عامله حلقه فراخ يعني ايه بقعد بستمتع بيها، يعني حبيبتي بتعملها بحب. بحبها جدا، وانا شايفه ان هي يعني ارخص من اللحمه لناس كتير، فبحاول بقدر الامكان اديكم منها كل الافكار اللي في الدنيا عشان ما تزهقوش منها ابدا، وتبقى كده لطيفه وجميله وتعجبكم ان شاء الله. عيب عليك يا ابني. حقيقي طبعا. حمدي بيقول لي انه لقى لي مره، شاف لي بوست مره فراخ ب 275 طريقه. انا حضرتك يعني انا بطلع هوا يا حمدي. لا يا بابا ده انت غلبان قوي. من 2012. من 2012. فمن 2012 دي تخيل بقى انا عملت كام وصفه فراخ، فسهل جدا ان يجوا 200 معرفش ايه. انا طبعا كنت بطلع على قناه قبل كده، قبل ما اكون في بانوراما كنت موجوده على احد القنوات الاخرى يعني، فعشان كده بقى لي مده طويله جدا على الهوا. فيعني كل حاجه ممكن حد يكون حلم بيها في الحياه هي اكيد عملناها. وده طبعا شيء بيسعدني جدا، بحس ان انا فخوره جدا بالوقت اللي انا قضيته معاكم على الهوا. لان برنامجي التاني كان برضو هوا وكان برضو يومي، ما كانش برنامج مستقل، كان فقر الطبخ في احد البرامج الجميله يعني على قناه محترمه الحمد لله، وهو كان بدايه معرفتي بيكو يعني. فبفخر بيه جدا وبفخر بكل مشواري الحقيقه معاكو، انه مشوار طويل كده، احنا عشره عمر يعني، مش عشره يوم ولا اتنين الحمد لله. يلا معانا ايمان من اسكندريه واحنا بنغرف البرياني العالمي ده. عايز اقول لكم يا جماعه السمان يعني كده بيفرط، بيقولوا عليها ايه؟ بيفرط. يفرط يعني ايه؟ يعني باجي اشيله يقع اللحم من على العظم من كتر ما هو مستوي وجميل. وطبعا الخلطه بصوا عملت ايه بقى، خلطت على الرز، بقى الرز شويه ابيض وشويه اصفر، وده الهدف اللي احنا كنا بنحاول نوصل له من الاول. فده طبق برياني تعملوه كده وتتقمصوا شخصيه اي حد هندي وانتم مطمنين. يلا احنا بنختم اصلا، هنحط بقيه الكمية اللي عندنا، احنا ما بنسيبش اكل في الحلة حتى لو هنعبي الطبق شوية زيادة، بس هي نعمة ربنا وما بنسيبهاش. يلا بينا، عايزين بقى نكشف على البرياني اللي اتعمل في الفرن. ده برياني الحلة، ده كان برياني الحلة. وزي ما انتم شايفين طالع رائع، فعشان بس لو حد حب يكسل ويعمله في الحله، مش عايزه انقل في طبق بقى، انا عايزه اشتغل في الحله على طول، مفيش اي مشكله ولا اي غضاضه، وهيطلع زي الفرن. يلا نشيل بس شويه الرز اللي وقعوا مننا عشان النظافه من الايمان، ونيجي نفتح على البرياني اللي احنا لسه عاملينه. ده برياني الحله، برياني الفرن اهو. هقول لكم بقى على حركه كده بحب اعملها، لما اطلعه بعمل ايه؟ قوم جايبه شوكه كده وانعكش. بنعكش ليه؟ عشان برضو اخد افكت اللون اوبا اللي شويه اصفر وشويه ابيض. شويه النعكشه دي بصوا عملت لي نفس اللون اللي بيبقى جذاب جدا، والناس تقعد تقول ايه ده، هو انتوا ازاي بتعملوه رزايه صفرة ورزايه بيضه، وبيبقى سؤال يعني محير جدا. اهو بس كده، احيانا بنقوم عاملين شويه ميه بزعفران لو اللون مش كافي عشان نلون حبه ونسيب حبه، فيبقى اللون بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. البرياني بقى ليه بعض الطقوس في التقديم، فاحنا هنحترمها دلوقتي.
ونقدم بيها. ايه طقوس التقديم في البرياني؟ بيض مسلوق اولا كده، بيتقدم معاه دايما بيض مسلوق وبصل محمر زي بصل الكشري بالظبط. ننضف بس. يلا ادي البصل على الوش، هاجي هنا برضو واوزع شوية بصل على الوش. تمام. الحاجة التانية شوية كزبرة خضراء، دي مش افتكاسات مني على فكرة، ده تقليد تقديمه. وشوية مكسرات وزبيب، مش كده؟ هو الأكل الهندي يا حمدي ألوان، وأصلا يعني مبهرة، تدخل كده تلاقي مهرجان ألوان مرصوص قدامك، فأوتوماتيك يعني من غير تفكير نفسك لازم بتتفتح، حتى لو أنت مش عارف إيه الأطباق اللي متقدمة قدامك دي. فعلا مطبخ غني جدا بالألوان. شوية زبيب، الزبيب اختياري يعني، ممكن تكتفوا بالمكسرات، بس أنا بحب قوي طعم الزبيب الحلو مع حدة التوابل، بيبقى تركيبة جميلة جدا. وشوية زبيب هنا. في بس فاضل حركاية واحدة كده نعملها، إن احنا نيجي دايما ونخلي السمان يظهر على الوش، نطلعه هو فوق كده عشان بس يبقى باين إن يا جماعة أنا عاملة لكم سمان، ما يبقاش اللي بياكل مش عارف هو بياكل ايه كده. نبينه ادي اخر واحده بس، شايفين لما ظهر على الوش بقى المنظر احلى بكتير. ونيجي بعد كده للبيض، بنقسم البيض نصين وايه نوزعه على الطبق. كل اللي عملناه ده مش اختراعات احنا اللي مخترعينها، ده الطريقة التقليدية اللي بتتقدم بيها وصفة البرياني. هنا برضو نوزع كده وسط السمان. كده يلا اخر واحد، وهنا كمان نحط واحده، وكده الاطباق جاهزه. ولا انا مش عاجبني اللي في النص دي، هودي كله هناك. يلا بس كده طبق او طبقين يعني، هنا زي ما تحب، مين احسن لك؟ عايز هنا؟ حاضر حاضر، يلا بينا هنشيل كل حاجة فاضية ونقدم الكلام الجميل ده، وبقى عندنا سفرة هندية جميلة. البرياني اللي عملناه النهاردة ده على فكرة من الوصفات المناسبة جدا 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 مليون مرة لعزومات رمضان، لأن شكلها شيك. وتخيلوا انكم لما بتعملوا مثلا السمان ده تعملوه بالفراخ، ما بيبقاش طبق قد كده مكلف، بيبقى طبق معقول التكلفة، بس في نفس الوقت شكله شيك قوي. وتيجوا كده ايه شوية مقبلات، هنا هنحط سلطة بطاطس، طبق سلطة بطاطس وطبق سلطة زبادي، ونيجي كمان من الناحية التانية نحط طبق سلطة بطاطس وسلطة زبادي. بقى عندنا سفرة كاملة متكاملة من المطبخ الهندي والمطبخ الباكستاني اللي قريبين طبعا من بعض جدا، فنقدر نجمع بينهم. وعملنا برياني خضار، عملنا برياني فراخ،
برياني أسفة سمان وصفة جنة معانا النهاردة. عملنا سلطة الرايتا، سلطة الزبادي الهندية، وعملنا سلطة بطاطس أو بطاطس باكستانية، وبصراحة كله أحلى من بعضه. أتمنى يا رب أن الحلقة تكون فادتكم وعجبتكم النهاردة. بفكركم أن قعدتنا النهاردة الساعة 8:15 بالليل، وبفكركم كمان أن كل حاجة بنعملها بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة بي أن سي إيجيبت أو بي أن سي فود، والخاصة بيا سارة عبد السلام بالعربي والإنجليزي. بتلاقونا على اليوتيوب والفيسبوك والإنستجرام، بنتواصل معاكم بشكل يومي. أسيبكم في رعاية الله إن شاء الله، وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ. مع السلامة.